بالفعل ضيفنا لهذا اليوم هو الشيخ عايض القرني في هذا اليوم المهم الذي سنتحدث معه في مواضيع مختلفة ومواضيع عدة أعتقد أنها تهم اليوم المسلمين الذين يتابعوننا وكلهم شوق ومشاعر كبيرة في هذا اليوم الجميل. شيخ عايض حياك الله. أهلا وسهلا أخي مالك، حياك الله وحيا الله الإخوة، وسلامي وتحياتي لحمود وعلي ولكل المشاهدين طبعا، لكن رد السلام واجب. وأنا سعيد أن أكون في يوم عرفة معكم ليقول لإخواني المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها، أسأل الله أن يغفر لنا ولكم وأن يعتق رقابنا من النار، وأسأل الله لا يصرف هذا اليوم أو لا ينهيه إلا وقد سامحنا جميعا ورضي عنا. من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي. نعم. الحج عرفة، لماذا دائما تعتبر عرفة شيئا مهما عند المسلمين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عرفة المؤتمر العالمي العظيم الرباني الذي ممر في التاريخ مثله. عرفة كما قال صلى الله عليه وسلم حج عرفة، عرفة من الأيام العشر الفاضلة، وهو اليوم الذي يتجلى الله لعباده فيه جل في علاه لا إله إلا هو، اليوم الذي خطب فيه صلى الله عليه وسلم والذي نزلت فيه أعظم آية في إتمام الشريعة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عرفة اليوم الذي وجه فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم خطاب للبشرية لم يسمع به الدهر مثله، لم يسمع الدهر مثله، الخطاب الذي حوى عشر نقاط هي عليها مدار كلام البشر الآن والإنسانية في العالم. الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة اليوم العظيم أعلن التوحيد لله وحقوق الإنسان والحرية والمساواة وحفظ الدماء والأموال والأعراض، وأعلن حقوق المرأة، وأعلن عليه الصلاة والسلام إسقاط المحرمات وقيام الشريعة المحمدية وأنها تمت والحمد لله. هذه المصطلحات التي نسمعها اليوم. نعم نسمعها اليوم تدور عن خطبة عرفة. تصور هذا الإمام العظيم النبي الكريم الذي ما قرأ ولا كتب يتكلم على البديهة بالنقاط التي يدرسها العالم الآن في كل مناحي الأرض في كلام وجيز وصل إلى الناس، لم يدخل في جزئيات عليه الصلاة والسلام ولم يدخل في فروع. أتى فعلا الوحدانية لله، أعلن التوحيد والمساواة، كلكم لآدم وآدم من تراب، أعلن حقوق حفظ الدماء والأموال والعرض، إن دماءكم وأموالكم وعرضكم حرام عليكم كحرمة يومكم إلى آخره، أعلن حقوق المرأة صلى الله عليه وسلم، الحرية، المساواة، أسقط الربا عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة. محمد بن عبد الله يتكلم صلى الله عليه وسلم للناس، ترى هو محرم بإحرام مثل إحرام بلال بن رباح الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي، انصهرت الألوان أمامه وهو يقول لا فضل العربي على عجمي إلا بالتقوى. نزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم حتى لا يقترح أحد يزيد في الدين شيء، الدين تم الحمد لله، ما عاد يحتاج إلى اقتراحات ولا زيادات، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. أتممت عليكم نعمتي، ما هي النعمة اللي تمت عليه الصلاة والسلام؟ أفي قصوري؟ لا، في دوري ما فيه، حدائق ما فيه، ما عنده صلى الله عليه وسلم. هو كأي حاج، النعمة تمام النعمة أنه بعث بشريعة سمحة مطهرة كاملة في سعادة البشرية إلى يوم الدين. لذلك نأخذ من يوم عرفة أن ينبغي أن نسعى للوحدة المسلمين وجمع كلمتهم، وأيضا أن نسعى إلى السلام العالم الذي دعا له صلى الله عليه وسلم. الأصل في الإسلام هو السلام ليس الحرب، الأصل فيه الأمن ليس الخوف، السعادة ليس الشقاوة، السرور ليس الحزن. ينبغي نأخذ ديننا من هذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام. أنا يؤسفني أن بعض المتبع يعني بعض أتباع صلى الله عليه وسلم من يجهل سيرته، ويأتي أناس آخرين من الفلاسفة والعباكر المبدعين يؤلفون السير عنه. برنارد شو ألف 400 صفحة موجودة كتاب اسمه محمد كذا عليه الصلاة والسلام كله إعجاب. غاندي له كتاب مع مقابلة في صحيفة دونج، هذه صحيفة هندية، يقول أني أعجب من صاحب المثل العليا عليه الصلاة والسلام إلى آخر ذلك. ماذا نقول وماذا نترك؟ لكن أريد يا أخي مالك أن أقول أنا كلمة يعني أرسلها كبرقية سريعة من قلبي وقلبك إلى قلوب المشاهدين. أكثروا، الدقائق معدودة، يقول شوقي قد يضيق العمر إلا ساعة وتضيق الأرض إلا موضع. دقائق قبل الغروب معدودة، الرحمة عرضت، أرحم الراحمين عرض العفو سبحانه وتعالى. ما هي الكلمة يحبها الله؟ ما هو الدعاء أفضل شيء يمكن تناجي ربك؟ الآن اترك الجوال، أغلق الجوال واتصل بذي الجلال، لا تدخل واتساب الآن، لا تدخل واتساب وعليك بطرق الأبواب. الكريم يقول صلى الله عليه وسلم في الترمذي بسند حسن صحه الألباني، خير، يقول صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون قبلي
يوم عرفة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الكلمة أصلا معجزة، هي اللي بعث بها الأنبياء، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لماذا يحبه الله؟ لماذا هي أفضل الكلمات؟ لأن التوحيد والإيمان، ولأن فيها تحميد الله لحب يمدح ويحمد سبحانه، ولأن فيه التقديس له سبحانه، ولأن فيه إثبات الملك وعلو الشان والجبروت والملكوت. لا عظيم إلا الله، ولا قوي ولا قادر ولا قاهر إلا الله. اليوم بالذات تتجلى عظمته سبحانه، لأن الناس الآن ليس في عرفة، ترى الناس في مشارق الأرض مغاربها بألوانهم وبجنسياتهم وبلغاتهم ولهجاتهم، تراهم ينادونه ويبكون ويتضرعون، هذا يطلب صحة، كلهم بلهجته ولغته، كلهم بلهجته. ولذلك اسمه الصمد، اسمع تعريف بعض العلماء، قال الصمد هو الذي تصمد له الكائنات وتأتي وتسأل المخلوقات باختلاف اللهجات وتعدد النغمات واختلاف اللغات وتعدد الحاجات، فيعطي الجميع ويمنح الجميع صمد تصمد له سبحانه. ولذلك الآن تجد الماليزي يبكي هناك، وتجد الاندونيسي، وتجد الإفريقي، وتجد الفارسي، وتجد الكردي، وتجد يعني الأوروبي، كلهم يدعون ملكا إلها خالقا، هذا يطلب ذرية، وهذا مغفرة، وهذا نصر، وهذا شرح صدر، وهذا سعادة. فينبغي علينا نخلص الدعاء، والله الله ادعوا لأهلكم وأسركم، والله إذا ما أتت الأمور من عند الله والله ما تصلح، والله أنت مهما قررت الدنيا وهو ما أراد سبحانه يكررها، ما هو يملك كل شيء. وأنا تعجبني كلمة الطنطاوي يقول إذا دخلت في الصلاة لا تستعجل تخرج، لأنك أنت تعرض الملفات على من يقضي الأمور، ترى حنا مستعجلين نخرج البقالة والدكان والسوق وهو ينهيها لنا، الناس في صلواتهم والله في قضاء حوائجهم، وصاحب القرار سبحانه جل في علاه. هل تعلم له سمية؟ ليس له سمية، لا يسمي أحد ولم يتسمى باسم أحد، الواحد الأحد الذي كل يوم هو في شان. يا عبادي يقول لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص المخط إذا دخل البحر. فلنسأله سبحانه ونكثر من السؤال. أمر آخر، افتحوا باب الأمل، تراه كريم سبحانه أكرم الأكرمين، ترى مو مثل العباد اللي تعامل معهم الشحيحين والنكدين أو مثلنا، هو أكرم الأكرمين. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يقاس كرمه على كرم المخلوق لأنه أكرم الأكرمين سبحانه. حتى شيخ والله وقفات لي في رحمته سبحانه وتعالى إني أعجب وأقف وأترك الكتاب حين وأنا أتملها، سبحانك ربي ما أرحمكم ما أكرمك. القنوط من رحمة الله شيخ عايد، في من دعا في الموسم الماضي على أنه في أشياء تتحسن في حياته لكنها لم تستجب تلك الدعوات، فيشعر بحالة عدم أمل، فقدان الأمل، وش ممكن تقول اليوم؟ إيه، لأنه هو يكيف القضاء والقدر على حسابه، هو سوى له دفتر وحسابات، واحد زائد واحد سوى كذا، يعني يبغى أن القضاء والقدر يصير. الله أحكم وألطف، الله يعلم مصلحتي ومصلحتك أعلم مني بنفسي وأعلم منك بنفسك، الله أرحم مني بأمي وأرحم منك بأمك سبحانه، الله يرحم أمي وأمك وأمات المسلمين ذكرناهم فيهم عرف وأبائنا. طول عمرك. المقصود يا شيخ ان الله اختار الاصلح للعبد، اختيار الله لنا احسن من اختيارنا انفسنا. احيانا احنا نظن هذا الاختيار الطريق اللي سلكناه، الوظيفه، الزواج، السياره، العماره، انه هو الاجمل، ما هو بالاجمل، هو الاجمل الذي اختار. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. الله يختار لانه الحكيم البصير المدبر الحاكم سبحانه وتعالى، نحن ضعاف مهازيل. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عجبا لامر المؤمن، ان امره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خير الله، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خير الله، وليس ذلك إلا المؤمن. دعها سماوية تجري على قدر، لا تفسدنا إبراهيم منك منكوسي، ننتظر وانت في عبادة، تأجل المرض ما تشافيت انتظر، انت في عبادة ادعو، ما جت الوظيفة ادعو واستمر، لكن الأمل الأمل سوف يأتيك يوما ما، لا ترى بصيص النور هذا في آخر النفق سوف يفاجئك يوما ما ويدهشك بعطائه سبحانه، لأنه كريم يقول إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، كريم قريب مجيب رحيم، أنتم تتعاملون مع أرحم الراحمين أجود الأجودين. يا أخي امرأة قضت حياتها في الفجور ثم أسكت كلبا في الصحيحين دخلت الجنة، أرحم الراحمين.